نانسي واضح انك نجمه المستقبل مش كده؟ ما اعرفش بجد. انت عملتي حاجه شاركتي في معايا في اسوار عاليه؟ في اسوار عاليه ان شاء الله هيتعرض قريب باذن الله. عامله دور ايه بقى في الفيلم؟ بنتها. هم كانوا بيدوروا على واحده شبهي تطلع بنتي ف ربنا اولى بالمعروف فقلت لهم بنتي طبعا اكتر واحده شبهي بنتي. نانسي بصراحه اكتر عمل مامي بتحبيه بتحبي تتفرجي عليه؟ سبع وصايا. لا مش خايفه. سبع وصايا, حرب الجواسيس مع انه قديم قوي بس بحبه قوي, زهايمر بحبه قوي, وشكل الفيلم ده حلو قوي. تحبي تبقي نجمه كبيره زي مامي كده سينما وتلفزيون؟ ده كده 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 اكون عايزه زي مامتي طبعا. سنه كام دلوقتي؟ في جريد 10. اولى ثانوي.